صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح النور والإشراق على الإمارات، أغلى وطن على جميع المستمعين اللي معانا اليوم. أهلا ومرحبا فيكم في هالحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي مع التعاون مع مفضلتكم المميز مع إذاعتكم المفضلة والمميزة إذاعة نور دبي. في البداية حابة أول شيء أصبح الجميع، وطبعا مع كل الموجودين معانا اليوم في الاستوديو، أول شيء من الإعداد فريق هيئة الصحة في دبي، من التنسيق الأخت ميرا الغفلي، ومن الإخراج المخرج المبدع وائل القواسمة. نذكركم بأرقام التواصل 6005514114، وأيضا على الرسائل النصية 4006، ومعاكم اليوم دكتورة سالة الدلال اللي بنتحدث أكثر وأكثر في أمور تهم الجميع إن شاء الله، الأمور الصحية إن شاء الله بإذن الله. أول شيء بناخذ الخبر المهم والدراسة الحديثة اللي تتكلم عن الأعمال المنزلية. شو هي الأعمال المنزلية هاي، وكيف ممكن تحسن صحة النساء في عمر الشيخوخة؟ توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الكبيرات في السن اللواتي يغسلن الأطباق بانتظام وينظفن المنزل ويطبخن وجبات الطعام يتمتعن بقلوب صحية أكثر من اللواتي يفضلن وضعية الراحة ويجلسن طوال الوقت. والعلماء في جامعة كاليفورنيا تابعوا أكثر عن 5000 امرأة، بالأحرى 5500 امرأة، طلب منهم ارتداء أجهزة تتبع الحركة لمدة أسبوع، وظهرت النتائج أن النساء اللواتي مارسن الأعمال المنزلية لمدة 4 ساعات قللنا من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنحو 1/3. يعني هذا رقم أيضا مهم، حوالي 1/3 لما يكون في حركة منزلية. وقال معد الدراسة الدكتور ستيف النجوان أن النتائج أظهرت الفرق الذي يمكن أن يحدثه القليل من الحركة في صحة القلب والأوعية الدموية، حيث أن كل حركة لها أهمية في الوقاية من الأمراض. وأضاف الدكتور ستيف أن قضاء المزيد من الوقت في الحركة اليومية أو حركة الحياة اليومية، والتي تجمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تقوم بها أو نحن نقوم بها جميعا، تؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. هذا كان خبرنا لليوم، فالحركة مهمة ونكون نشيطين مهمين، وأيضا في هذه الفترة من السنة الأجواء تكون أيضا يعني تساعدنا أن تكون الحركة عندنا أكثر وأكثر، فنفس ما يقولون الجسم العقل السليم في الجسم السليم. والحين بننتقل إلى فقرة شيقة جدا مع الأستاذ أسم الجناحي عشان تخبرنا أكثر بمستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وآخر ما تتداوله الأخبار على الصفحات الإلكترونية. الأستاذ أسم الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة في هيئة الصحة في دبي، صباح الخير. صبحكم الله بالنور، سرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صبحت الله بالخير. خبرينا الأخت أسمة، شو عنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها ونذكر فيها المستمعين، أن غدا بيبدأ اليوم الأول لمنتدى دبي الصحي. فعاليات منتدى دبي الصحي بتكون متنوعة وتناقش مستقبل الصحة، واليوم بيكون في عندكم حلقة يعني نقاش حوار كامل عن هذا الموضوع. لكن نحن نتمنى من جميع أن يسجل للحضور على موقع dxbhealthforum.com، والرابط موجود في جميع قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة.
أيضا المنتدى له قنوات اجتماعية خاصة فيه واللي هي DHF_Dubai على تويتر وإنستغرام، ممكن للجميع أن يشوفون المستجدات اللي قاعدة تصير في المنتدى من خلال هذا الموقع أو هذه قنوات التواصل الاجتماعي المخصصة للمنتدى. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت توصلنا مجموعة من الاستفسارات حول كيفية الاستفادة من الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة في تطبيق الواتساب. من ضمن الأشياء اللي نحن كيف طريقة الحصول على الخدمة، واحد إنهم يحفظون رقم 8342 في قائمة الاتصال، اثنين يفتحون تطبيق الواتساب الدردشة يكتبون كلمة هاي وراح يوصلهم بطريقة تلقائية مجموعة من الخدمات اللي هم يقدرون يستفيدون منها في هذا البرنامج. ومن ضمنها التطعيم، تطعيم أيضا لفئة من 5 سنوات إلى 11 سنة متوفرة بطريقتين، إما من خلال حجز موعد من خلال تطبيق حياة الصحة أو من خلال خدمة الواتساب، أيضا خدمة موجودة. مجموعة من الأشخاص يسألوننا أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت توصلنا قناة التواصل الاجتماعي، إذا أنا أخذت التطعيم متى أقدر أتبرع بالدم؟ ممكن الشخص يتبرع بالدم بعد مرور أسبوع من تلقي التطعيم أو حتى الجرعة الداعمة. كل تطعيمات الجرعة الأولى الجرعة الثانية الجرعة الداعمة ممكن أنهم يتبرعون أو يبدون بالتبرع بالدم بعد مرور أسبوع من الحصول على التطعيم. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قناة التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا الأخت أسماء على هاي المداخلة وعلى التذكير إن في عدد معين من الأشياء اللي نحن لازم نترقبها. أول شيء المنتدى اللي أتوقع الجميع ينتظر حدوثه، وبيكون إن شاء الله باكر وبعد باكر، وبتكون عندنا فقرة مميزة. وشكرا على التذكير بأرقام التواصل وحتى الهاشتاغات أو التويتر تاجز اللي ممكن يكونون الناس تستفسر أكثر إن كيف ممكن نتابع في الموضوع. نشكر الأخت أسمى الجناحي، شكرا جزيلا. ناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية، برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي مع إذاعتكم المفضلة نور دبي. قبل الفاصل تحدثنا شوية عن الأعمال المنزلية وكيف ممكن تساعد أو تساهم في تحسين صحة النساء اللي يكونون شوية كبيرات في السن. وهذه كانت دراسة قامتها جامعة كاليفورنيا على أكثر من 5000 امرأة. أما وأيضا تحدثنا عن منتدى دبي للصحة اللي بنتناقش فيه إن شاء الله من بعد الفاصل، بس الحين بناخذ فقرتنا التغذوية، الفقرة اللي الجميع ينتظرها. بس حابين نذكر بأرقام التواصل على 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. اليوم بنتكلم عن المغنيسيوم، وطبعاً طبعاً هالعنصر قاموا الناس يتحدثون فيه أكثر وأكثر في الفترات الأخيرة، وعن أهميته طبعاً إنه يكون متواجد في نظامنا الغذائي. عشان نحدثنا أو نتحدث أكثر في موضوع المغنيسيوم أو نقصه أو أهميته أو إلى آخره، إلى كل هذه الأمور والجوانب، يسعدني أن أستضيف الأستاذة مي بن ثاني، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، عشان تحدثنا أكثر عن المغنيسيوم. صباح الخير أستاذة مي. هلا، صباح النور. هلا أختي. أستاذة مي، قولي لنا اليوم شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. هل كان فطورك يتضمن في عنصر المغنيسيوم ولا لا؟ إيه، كان فيه. إذن نعرف شو هو فنكلمكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا اليوم مثل ما ذكرت بنتكلم عن المغنيسيوم.
بداية بنشرح شو هو المغنيسيوم. المغنيسيوم طبعا هو من أهم المعادن الضرورية لجسم الإنسان والصحة العامة. طبعا المغنيسيوم له العديد من الفوائد، لكن من أهم هذه الفوائد للجسم أن المغنيسيوم يساعد في امتصاص الكالسيوم وتكوين العظام، وهو أهم فائدة للمغنيسيوم. وأيضا المغنيسيوم يحافظ على أداء سليم وصحي للأعصاب والعضلات في الجسم، وأيضا يدخل في حماية الأنسجة الرقيقة والشرايين. طبعا نقص المغنيسيوم أو الأضرار اللي ممكن يسببها المغنيسيوم، من أخطر الأضرار اللي ممكن نقول أنه ممكن يسبب نقص المغنيسيوم في اضطرابات معدل ضربات القلب، اللي لا سمح الله ممكن إذا ما تفادينا أو عالج الشخص ممكن يؤدي في حالات نادرة إلى الوفاة. أعراض نقص المغنيسيوم، طبعا هناك وايد أعراض لنقص المغنيسيوم، لكن من أهم الأعراض البارزة اللي ممكن الشخص يتعرف عليها إذا كان عنده نقص المغنيسيوم اللي هي التشنجات العضلية. ممكن الواحد يحس بتعب عام في الجسم، ممكن يكون عنده ضعف في الشهية، اضطرابات النوم والأرق، ممكن لا سمح الله يسبب الشخص يكون يعاني من الاكتئاب، وأيضا نقص المغنيسيوم يسبب خفقان في القلب. جميل أستاذة مي، بما أنك تكلمتينا يمكن يعني في الأشياء اللي نحن يرسين نسمعها أن نقص المغنيسيوم مش بس بيكون فيها أعراض مثلا كالخفقان أو أعراض بدنية، خلنا نقول حتى ممكن في أعراض الاكتئاب. يعني أول مرة نحن نسمع أن مو بأول مرة، وممكن نقول يعني مثلا هي نقص معدن أو عنصر معين ممكن يؤدي إلى الاكتئاب. صح. فكيف نقدر نحن نعزز الغذاء، أو من وين نقدر نحصل على أهم المصادر الرئيسية؟ المغنيسيوم طبعا دائما احنا يعني ننصح ان مصادر المعادن والفيتامينات ناخذها من مصادرها الطبيعيه اللي هي موجوده في الغذاء. ومن اهم مصادر المغنيسيوم اللي هي الخضروات الورقيه مثل السبانخ والبروكلي، الحبوب الكاملة، ممكن يعني مثلا نستهلك الخبز بالحبوب الكاملة، كل أنواع الخبز يعني والمكسرات اللي تحتوي على الحبوب الكاملة، الحبوب الكاملة أيضا المكسرات مثل اللوز، الكاكاو والبقوليات. هاي من أهم طبعا الكاكاو، إحنا دايما يعني نحاول ان ناخذ الكاكاو اللي يكون دارك شوكليت اللي نسبه الدهون فيه اقل عن باقي الكاكاو، يعني مو باللي يكون مثلا في خلنا نقول اللي تكون تركيز نسبه الكاكاو او تكون في عالية. نعم الشوكولاته تكون شويه مرتفعه. نعم نعم الشوكولاته تكون في مرتفعه ونسبه الدهون والسكريات تكون اقل. نعم. كيف عن مثلا الموز؟ يعني سؤال الحين، هل الموز يحتوي على المغنيسيوم؟ يحتوي الموز على المغنيسيوم، ومن المصادر ايضا اللي نسبه المغنيسيوم تكون في يعني هو العنصر الاعلى يكون البوتاسيوم، لكن ويدخل في جزء من المغنيسيوم. نعم. لكن هاي المصادر اللي ذكرناها هي المصادر التي تحتوي على اعلى نسبه من المغنيسيوم. جميل جدا. فالحين احنا خبرتينا استاذة مي ان في كذا عنصر، خلنا نقول الورقيات الخضراء، الحبوب الكاملة، كيف ممكن احنا ندعمها او نخليها في مثلا في نظامنا اليومي؟ وكم هي، وخلنا نقول يعني الحين احنا تكلمنا عن أهمية المغنيسيوم، هل هو في مثلا دوز معين او جرعه معينه في اليوم؟ وكيف ممكن نحن نعم الاحتياجات، وكيف ممكن نحن نحسبها في اليوم سواء كانت للاطفال او للبالغين؟ صح. الحين هاي الطرق اللي هي ممكن احنا نتفادى فيها نقص المغنيسيوم، مثل ما ذكرنا احنا نحرص ان وجباتنا الغذائيه تحتوي على هاي المصادر. بس في حال الشخص ما كان عنده القدرة أن مثلا أو يعني وجبات اليومية ما تحتوي على العنصر الكمية الكافية، لأن احتياجات الشخص في اليوم من المغنيسيوم هي تتراوح من بين 300 إلى 400 ملي جرام في اليوم.
طبعا في وايد مواقع، او يعني اذا الشخص يبي يعرف مثلا كم كميه، مثلا الحين اذا انا اخذت هالكميه من الورقيات او هالكميه من الحبوب الكامله، كم بتعطيني نسبه من المغنيسيوم؟ في المواقع تبين لكم نسبه المغنيسيوم اللي موجوده في هاي الاغذيه. لكن اذا الشخص ما رام يحصلها من الوجبات الغذائيه، ممكن ياخذها كمكملات غذائيه. وطبعا الأفضل أنه يأخذ المكملات الغذائية على حسب استشارة الطبيب. جميل جدا. هل نقص المغنيسيوم يؤثر أستاذة مي في امتصاص بعض الأدوية مثلا، أو تعارض مع بعض الأدوية؟ يمكن في ناس تأكل المغنيسيوم بكثرة، فهل يتعارض مع أشياء أخرى؟ طبعا لازم نعرف شو الشيء الثاني، عشان طبعا في مكملات غذائية تتعارض مع أنواع من الأدوية. طبعا ها ممكن أن الطبيب أو الصيدلي يناقشه، أو ممكن إذا عرفنا شو النوع الثاني أو الدواء اللي ياخذه، ممكن نشوف إذا هو في تعارض هناك أو لا. جميل. فلو تخبرينا الحين أستاذتنا مي، كيف ممكن يعني بشكل عام نتفادى نقص المغنيسيوم في الجسم، بما أنك أنت خبرتينا أن الاحتياج اليومي حوالي 300 إلى 400 ميكروغرام ولا مليغرام من المغنيسيوم؟ كيف ممكن يعني الواحد يتفادى بقد ما يقدر نقص المغنيسيوم من غير ما يتدخل أنه يأخذ حبوب مكملة؟ يعني الطريقة جدا سهلة، مثل ما قلت قبل أن إحنا نحرص أن وجباتنا الغذائية تحتوي على هاي العناصر اللي إحنا ذكرناها. مثلا إذا إحنا في اليوم نأخذ ثلاث وجبات اللي هي الفطور والغداء والعشاء، وممكن يكون بينهم سناك. فإذا أنا حرصت أني أخذ مع كل وجبة مصدر من هالمصادر، إن شاء الله يعني في نهاية اليوم بيكون الشخص قدر يغطي احتياجاته، وبيتفادى النقص اللي ممكن يسبب لهاي الأعراض والمشاكل الصحية. يعني هذا شيء جميل. بما أنك تكلمتي عن الخضروات أو الورقيات اللي تكون يعني تكون داكنة في اللون، هل الاستخدام، أو خلنا نقول مثلا في ناس يدور في بالهم هذا التصور، إذا كانت مفرزنة خلنا نقول أو كانت مثلجة، هل تقل نسبة المعادن؟ وبالأخص الحين خلنا نقول نتكلم عن المغنيسيوم، هل في الخضروات اللي تكون معبأة أو مثلجة نسبة المغنيسيوم تكون فيها أقل؟ الحين بشكل عام الخضروات المفرزنة يعني الكفاءة الغذائية مالتها تكون يعني أقل، بس إنها تحتفظ على نسبة المعادن اللي موجودة فيها. يعني ممكن تقل شوية نسبتها، لكن يعني مقارنة بالخضروات الورقية هاي خيار يعني خيار ثاني صحي للاستخدام، إذا الشخص مثلا ما عنده الوقت إنه دائما يأخذ الخضروات الفريش يعني أو الطازجة. أستاذة مي، كلمة أخيرة قبل ما نختم اليوم الفقرة اللي كانت وايد حلوة وثقافية. ممكن إن إحنا ننصح يعني دائما الواحد لازم ما يتجاهل الأعراض اللي ممكن يسببها نقص، يعني سواء معدل المغنيسيوم أو أي من المعادن الثانية. في حال الشخص واجه أي من هاي الأعراض، ممكن يراجع الطبيب ويكون حل المشكلة يكون جدا بسيط، مثل ما خبرناكم ممكن يكون يعني التحسين ال 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 تحسين الامتصاص، تحسين الأكل. لا مش تحسين، كيف نسيت، تحسين الوجبات الغذائية وطريقة الأكل الصحية، وممكن يصرف لها أي مكملات غذائية تساعده على تفادي هاي المشاكل إن شاء الله. الأستاذة مي يعني أسعدتينا بهاي المشاركة، وأيضا نوهتي لنا كيف أهمية المغنيسيوم ونقص المغنيسيوم، ولازم ندير بالنا على أن يكون الغذاء عندنا متكامل. نشكر جزيل الشكر الأستاذة مي بن ثاني، ونتمنى لك يوم جميل. شكرا لك. بعد هذه الفقرة بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. برنامجكم صحة وسعادة رجع لكم مرة ثانية،
برنامجكم صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. قبل الفاصل تحدثنا في كذا شيء، ومنها الحركة وكيف الحركة تحسن من صحة النساء اللي يكونون شوي كبار في السن أو في عمر الشيخوخة. وأيضا تحدثنا في فقرة تغذوية كاملة خاصة عن المغنيسيوم وكيف أعراض المغنيسيوم ممكن تؤثر سلبا على صحة الإنسان وأهمية الغذاء المتكامل. أما الحين بنتحدث عن شيء نوهت علينا في فقرة التواصل الاجتماعي الأستاذة أسماء، وهو عن المنتدى، والمنتدى اللي كل منتدى دبي الصحي اللي كلنا مترقبينه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. تنطلق صباح يوم الغد يوم الأربعاء بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات منتدى دبي الصحي بدورته الرابعة، وبحضور نخبة من الأطباء والخبراء والعلماء وصناع القرار في مختلف المؤسسات الصحية والمحلية والإقليمية والعالمية. ويسعدني في هذا الصباح أو يسعدنا نحن نستضيف الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي عشان تحدثنا أكثر عن هذا المنتدى، منتدى دبي الصحي اللي الجميع يترقبه. صباح الخير دكتورة منال. صباحكم الله بالخير وبالنور وبالسعادة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. دكتورة منال، ممكن لو شوي تحدثينا وتعطينا فكرة ونبذة عامة عن أهمية هذا المنتدى؟ طبعا منتدى دبي الصحي مثل ما تفضلتي أحد أهم فعاليات اللي أسستها هيئة الصحة في دبي قبل تقريبا 4 دورات، وما زلنا مستمرين في تنظيم مثل هذه الفعاليات لما فيها من أهمية في إبراز دور الابتكار في الصحة. طبعا منتدى دبي الصحي يمتد على مدى يومين اللي هو غدا إن شاء الله ينطلق وبعد غد، ويستضيف نخبة من الخبراء والمتحدثين وصناع القرار فيما يتعلق بالصحة والطب من ناحية المستقبل والابتكار. طبعا نحن خصصنا بعض الجلسات اللي حابين أن نستعرض فيها تجربة دبي ودولة الإمارات بشكل عام فيما يتعلق بالسيطرة والتحكم على الأوبئة والجائحات، وأيضا الحالات الطارئة أو الطوارئ اللي تأثر على الصحة وليس فقط الفيروسات. أيضا في جلسات تتطرق لجودة الأداء ونقل المعرفة خصوصا من قطاع الطيران إلى قطاع الصحي. نحن لاحظنا من الدراسات المنشورة أن يوجد عوامل مشتركة كبيرة فيما يتعلق بالصحة والسلامة بين القطاعين، فحبينا أن يكون في جلسة حوارية لمناقشة هذه النقاط وللاستفادة من القطاعين. ايضا في جلسات حواريه عن المجالس العالميه لاهداف التنميه المستدامه ومستقبل التمريض، وايضا مراكز التعليم الطبي وهي اخر او احدث طريقه استئناها لنقل التعليم الطبي للمرحله القادمه او تطويره للمرحله القادمه لكي تكون مراكزنا الصحيه ومستشفياتنا حاضنه للتعليم الطبي. أيضا خصصنا بعض الجلسات لبرنامج الإمارات للجينوم ومعايير تقييم المنشآت الصحية التعليمية، التطوير في مجال الدراسات والبحوث، الذكاء الاصطناعي وكيف نقدر أن نحن نستفيد منه في مجال الصحة والطب. أيضا في عندنا جلسة عن طب الفضاء كيف تأثير الجاذبية اللي هي جاذبية الصغرى والإشعاعات على فيزيولوجية جسم الإنسان،
نحن كلنا نعرف أن بدأوا ما شاء الله الإمارات وصلت أن تبعث رواد فضاء، وفي المستقبل في حديث أن البشر بيبدون رحلات إلى الفضاء. فكان في هذه الجلسة نحبين نسمع من أحد رواد الفضاء اللي هو أصلاً طبيب، نبغي نسمع منه عن تأثير الجاذبية الصغرى والإشعاعات على فيزيولوجية جسم الإنسان، وين توصل الطب في تقليل من هذه التأثيرات إذا كانت لها أي تأثير سلبي. تطوير الرعاية الصحية للخمسين سنة القادمة بعد محور كبير عندنا في المنتدى، وإن شاء الله رح يشارك في هالجلسة أطباء من دول مختلفة على أساس أن نشوف تجاربهم في الخمسين في التجهيز للخمسين سنة القادمة ونستفيد منها. الاقتصاد في القطاع الصحي أيضا كان فيه جلسات، وما نسينا طبعا مثل كل منتدى صحي إشراك الشباب، فبيكون في عندنا مناظرة واحدة من مناظرات الشباب اللي راح تكون معنا، وراح بالتعاون مع مؤسسة الاتحادية للشباب. يصاحب المنتدى أو المحاضرات هذه معرض، طبعا المعرض غير عن باقي المعارض اللي احنا تعودنا عليها في المؤتمرات الطبية البحث العلمية. هذا المعرض راح يحتوي على تقريبا فوق ال 22 شركة ناشئة مختصة بالابتكارات في القطاع الصحي، فبيعرضون منتجاتهم المبتكرة لأول مرة من خلال منصة منتدى دبي الصحي. وأيضا راح يكون في معرض مصغر للشركات الداعمة للقطاع الصحي. جميل جدا دكتورة منال تريم، بما أنك تحدثينا أن المنتدى بتكون له فعاليات كثيرة وكثيرة ومحاور جميلة أصلا ومهمة، منها الابتكار ومنها أصلا دعم الشباب ودعم الابتكارات الجديدة والتأهيل أو التجهيز للسنين القادمة بإذن الله. ففي محاور جدا جميلة، لأن يعني بما أن نحن نتكلم بهذه المواضيع، من تعتقدين دكتورة هي الفئات المهمة أو الفئات اللي يستهدفها المنتدى؟ طبعا المنتدى يستهدف كل العاملين في القطاع الصحي أو اللي المتطوعين، مثلا صناع القرار في القطاع الصحي والشركاء أيضا، يعني الشركاء سواء كانوا من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص اللي لهم تأثير على تقديم الخدمات الصحية في الإمارة. ندعيهم لحضور المنتدى للاستفادة من الجلسات العلمية وأيضا المعرض المصاحب للمنتدى. جميل جدا دكتورة منال. دكتورة منال، بما أن احنا تكلمنا شوية أنه بيكون في فكرة أو أن محاور معينة ومنها طب الفضاء، وبما أن نحن إن شاء الله أو ممكن معظم المستمعين ممكن يفكرون أنهم يسافرون للفضاء، فهل ممكن تحدثين أكثر شوية عن طب الفضاء أو المحور هذا، الدكتور اللي بيكون متواجد أو الأطباء الخبراء اللي بيكونون متواجدين، التخصيص لطب الفضاء هذا كان من أبرز المحاور كما مثل ما تفضلتي؟ طبعا هو هذه المحاضرات راح تكون جدا شيقة لأن خبرتنا فيها جدا قليلة. نحن مثل ما تعرفين أنا كطبيبة أنا مختصة بجراحة الشبكية، فما عندي الخبرة الكافية أني أعرف عن طب الفضاء. هذا تخصص من التخصصات الجديدة اللي عندنا في الإمارات، والحمد لله نحن كنا من الدول السباقة في إدخال هذا التخصص عندنا على مستوى المنطقة. طبعا التخصص هو مش مثل باقي التخصصات التشخيصية والعلاجية، هو أكثر ما في البحوث حاليا للتعرف على تأثير يعني المكوث لمدة معينة أو مدة أو أيام طويلة في الفضاء. طبعا الكل يعرف أن في الفضاء مثل ما تابعنا رواد الفضاء الإماراتيين في رحلاتهم، أن يعني عدم وجود الجاذبية قد يؤثر على الممارسات اليومية للشخص، لكن حابين نعرف كيف تقدر تأثر هذه التغيرات البيئية على الخلايا، خلايا الجسم.
على وظائف أعضاء الجسم عشان الواحد يقدر أن يتدارك إذا كان لها أي آثار قد تكون جانبية أو تكون تأثر بطريقة غير مباشرة على صحة وسلامة رواد الفضاء، وأيضا اللي حاب في المستقبل أن يخوض تجربة السفر إلى كوكب آخر إن شاء الله. فنستبق نحن الحين الأحداث ونجهز لمثل هذه يعني الرحلات المستقبلية بأن نكون جاهزين من كل النواحي. طبعا أنا ما بخبركم عن شو راح يتكلمون، أنا أدعيكم أنكم تون تحضرون وتشوفون بنفسكم وتستفيدون من وجود الخبراء. جميل جدا، ونحن بعد بدورنا يعني طبعا نحب أن نشجع الجميع سواء كانوا في القطاع الصحي أو غير القطاع الصحي أنهم يسجلون ويشاركون معنا. دكتورة منال، في إحدى الجلسات في المنتدى ستركز الجهود أو ستركز الـ خلنا نقول أو سيكون في جهود وإنجازات مؤسسة نور دبي متمركزة فيها أو بيتحدثون أكثر فيها. لو دكتورة منال تريم تخبرينا عن هذه الجهود أو عن هذه الجلسة وكيف بتكون وشو اللي صار في الفترة الأخيرة في مؤسسة نور دبي وإنجازاتها المهمة. طبعا مؤسسة نور دبي في المنتدى أو على هامش المنتدى تستضيف الوكالة الدولية لمكافحة العمى، وهي مؤسسة دولية عالمية تضم تحت مظلتها العديد يمكن فوق 44 مؤسسة ناشطة في مجال مكافحة الإعاقة البصرية، ويعملون كلهم ضمن استراتيجية اللي هي استراتيجية الرؤية 2020. طبعا بسبب جائحة كوفيد ما قامت هذه المؤسسة الدولية بأي نشاطات علمية على مدى سنتين، فحبينا أن نحن نستضيفهم على هامش المنتدى، فبتكون هذه إن شاء الله أول اجتماع لهم من سنتين، فهم جدا متحمسين وحاضرين ومجهزين لثلاث محاور استراتيجية حابين أنهم يناقشونها ضمن فعاليات المنتدى. طبعا المشاركين في هذه الجلسات من أكثر من 32 دولة، مثل ما ذكرت كلهم نشطاء في مجال العمل الإنساني الخيري اللي يختص بمكافحة الإعاقة البصرية. ففي جلسات راح تكون عن التوازن بين الجنسين فيما يتعلق بالوصول للخدمات الطبية، وأيضا التعليم والتدريب فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية. أيضا في جلسات عن ابتكار منظومة جديدة لتمويل الخدمات الإنسانية فيما يتعلق بالصحة والعمليات الجراحية والطب. وأيضا هناك جلسات بتكون عن استراتيجية القضاء على الأوبئة اللي تتسبب بالإعاقة البصرية مثل مرض الترخومة. واليوم إن شاء الله راح يكون في اجتماع لمجلس الإدارة اللي راح يكون من خلال الخروج بتوصيات من شأنها أن يعني تدعم جهود المؤسسات الخيرية هذه ومن بينها مؤسسة نور دبي. جميل جدا، فيعني هذا الاجتماع أيضا سوف يطور من ناحية الخدمات الصحية وأيضا القضاء على العمى إن شاء الله. دكتورة منال، كلمة أخيرة توجهينها للأطباء والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام وأيضا فيما يتعلق بحضور المنتدى. والله الكلمة الأولى والأخيرة أن نتوجه لهم بالشكر الجزيل على الخدمات اللي ياسين يقدمونها أو اللي قدموها سواء أثناء الجائحة أو حتى ما قبل الجائحة واللي راح يقدمونها بعد الجائحة. يعني القطاع الصحي في دولة الإمارات أثبت جدارته في يعني الأيام أو الأشهر الماضية، والحمد لله يعني قدرنا نحن نوصل لأعلى المراتب في إدارة الأزمات والطوارئ الصحية، هذا بفضل الله والقيادة الرشيدة، وأيضا بفضل جهود القطاع الصحي أو العاملين في القطاع الصحي والشركاء أيضا ما ننسى دورهم. وأحب أن أدعوهم أنهم يحضرون منتدى دبي الصحي للاستفادة
استفادة طبعا، وعشان يعني هذه فرصة أن يكون في تقارب وتبادل الآراء، وأيضا فرصة بأن نحن يعني نكتشف أو ندرس فرص جديدة للتعاون بيننا وبين بعض. شكرا دكتورة منال تريم، شكرا دكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي، على مشاركتك اليوم معنا وعلى أنك تحدثين أكثر وأكثر عن منتدى دبي الصحي اللي بتكون في دورته الرابعة وبينطلق إن شاء الله بكرة الصباح لمدة يومين في مركز دبي التجاري العالمي. شكرا جزيلا دكتورة منال تريم. شكرا لكم. شكرا. بعد ما خذينا هذه الفقرة الشيقة اللي تحدثنا فيها عن منتدى دبي الصحي اللي بتطلقها أو سوف ينطلق إن شاء الله غدا في المركز التجاري العالمي لمدة يومين، واللي نشجع الجميع على أن يحضرونه ويشاركون معانا ويتفاعلون معانا، بما أن خبرتنا دكتورة منال تريم عن محاور العديدة، سواء كانت التجهيزات للخمسين سنة القادمة أو الإنجازات التي قامت فيها مؤسسة نور دبي لأنها تكون مشاركة في القضاء على العمى في بشكل عام في العالم، وأيضا عن التحدث عن طب الفضاء وكيف السفر إلى الخارج والأبحاث كيف توصلت له إلى هذه الفترة. وأيضا نحن اليوم تحدثنا عن الأعمال المنزلية بشكل عام وكيف تحسن صحة النساء بعمر الشيخوخة، والدراسة اللي قامتها فيها جامعة كاليفورنيا، حيث أنهم قاموا بدراسة أكثر عن 5000 امرأة وتبعوهم في خلال يومهم، وشافوا أن النساء اللي مارسن الأعمال المنزلية لمدة 4 ساعات قللت من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنحو 1/3 لغيرهم من النساء اللي فضلوا ان او فضلوا الراحة او انهم ما يكون عندهم نشاط بدني في خلال اليوم. وايضا خذينا فقرة جميلة وفقرة تغذوية كاملة عن المغنيسيوم وأهمية المغنيسيوم وكيف نقص المغنيسيوم مش فقط يؤثر في الصحة البدنية خلنا نقول، بس أيضا يؤثر في المزاج أو في تحسين المزاج، وبما ذكرتنا الأستاذة مي أن ممكن في عناصر معينة ومصادر رئيسية للحصول على المغنيسيوم تكون من عن طريق الورقيات الخضراء، أيضا من عن طريق الحبوب الكاملة وأيضا الشوكولاتة. بس عشان نحن نتكلم عن الكاكاو وتحسين المزاج للكاكاو أو الشوكولات، يفضل تناول الشوكولات اللي يكون داكن أو نسبة الكاكاو فيها تكون أكثر، وأيضا اللي يكون فيها نسبة الدهون أقل والسكريات أقل. اليوم كانت حلقتنا شيقة، وطبعا نحن حابين نذكركم في أي استفسار أو أي شيء له علاقة خلنا نقول بالخدمات، الحين عندنا طرق تواصل في هيئة الصحة في دبي أيضا من عن طريق الواتساب على 803-42، لو تبعثون لنا رسالة نصية وتكتبون فيها هاي بالإنجليش بيكون فيها أيضا بنستعرض فيها الخدمات الصحية اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي. في ختام حلقة اليوم حاب أشكر الجميع اللي استمعوا لنا، وأيضا على الطاقم اللي موجود من الإعداد والتنسيق، ميرا الغفلي من الإخراج، وائل قواسمة، ومعاكم دكتورة سارة الدلال.
تسمعونا إن شاء الله بخير غدا في حلقات في حلقتكم الميتة من هيئة الصحة في دبي، وهي برنامجكم المفضل برنامج صحة وسعادة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.